احنا قلنا ايه؟ قلنا خلاص الاطوال واخر اتنين هم اطول اتنين وهم اقل المناظرين لاقل probability، تمام؟ عشان كده يبقى بي واحد اكبر من اللي بعده باتنين او يساويه، والاطوال العكس. عشان يبقى الكود وورد اوبتيمم يبقى هو لازم السمشن بي في ال يبقى ايه؟ مينيمم. مين اللي حقق الكلام ده؟ لقوا ان مقارنه هوفمان بكل الاكواد التانية ان هو هوفمان يعتبر الاوبتيمم كود. يعني هو مش بس ان هو بيديني بريفكس، لا هو بيديني اوبتيمم او اقل مينيمم لينس. طب معنى كده ان اي هوفمان كود لازم هيبقى هو الاوبتيمم جنب حاجات تانية، بس لازم انت من الاول خالص تختار الكود ده يبقى يحقق الاوبتيمم. لكن هو يقصد ايه بنفس فكرة النظرية اللي احنا لسه بنقول عليها، ان انت لو اخترت الاكواد مظبوطة فالهوفمان هيكون افضل. عشان كده لما بنقول هوفمان كود از اوبتيمم، طب ما انا ممكن اجيب هوفمان كود زي المثالين اللي فاتوا دول، الافريج اكبر من الاتش اوف اكس، وممكن واحد تاني اكبر بكتير، ممكن واحد تاني يساويه، وهما الاتنين اسمهم هوفمان. يبقى ازاي تقول ان هوفمان مطلق كده اوبتيمم؟ لا هو ما يقصدش كده، هو يقصد بيه ان انت لو عملت كيرفول كودينج للهوفمان يبقى لازم هيبقى هو ده الاوبتيمم مقارنة باي حاجة تانية. لكن مش اي هوفمان وخلاص يبقى اوبتيمم، لا، ان انت هتراعي الكلام اللي احنا قلناه ده، هتظبط البروبابيلتي بحيث ان هو يبقى في النهاية ده اوبتيمم. يعني ايه اوبتيمم؟ لو سمحت تكتب لي معادلة كده، ان انا لو موجود عندي هوفمان ده وليكن كود وورد سي استرسك الموجود عندنا دي، واي كود تاني اسمه سي داش، يبقى لازم اللينس او الافريج لينس بتاع هوفمان اللي هو سي استرسك يبقى اقل من او يساوي. ما هو ممكن اللينس ده يتساوى مع لينس تاني، لكن مش ممكن يزيد عنه. يبقى ممكن انا عندي مثلا شانن وعندي هوفمان، في المطلق لو انت ظبطت هوفمان ده فلازم هيديني لينس اقل، لكن ممكن يتساوي. لكن هل ان هو يبقى اكبر منه؟ فنقول لك اي كود وورد تانية لاي طريقة تانية غير هوفمان هيبقى اللينس بتاعها اكبر من حالة هوفمان، لكن ممكن في بعض الاكواد ان هي تتساوى معاه. دي بتبقى حاجة زي ايه؟ يعني مش هي دي القاعدة او الاساس الموجود عندنا. المثال الموجود عندنا ده زي الأمثلة اللي فاتت، الفرق إن هو بيجمع ثلاث عناصر. فاكرين بقى وإحنا بنقول مش بالضرورة جمع عنصرين؟ ليه؟ أنت لو جيت هنا هو مديني خمس عناصر، لو جيت هنا جمع على اتنين الخمسة دول هيبقوا أربعة، وتيجي تجمع على إيه؟ الأربعة يبقوا ثلاثة. طب منين إن أنت بتجمع على اتنين ويبقى في النهاية عندك الخارج ثلاث عناصر؟ طب اما تيجي ترجعه بقى بطريقة الاصفار والوحايد او الليتر حتى، هترجعه ازاي؟ عشان كده قال لك عدد العناصر اللي احنا بنجمع عليها ما ينفعش يتعمل لأي عدد عناصر في الانبوت او اللي هو السورس سيمبل. يعني ما ينفعش يبقى دول خمسة واجمع على اتنين، وما ينفعش يبقى انا عندي ستة واجمع على ثلاثة وهكذا. فيبقى لازم عدد السيمبل ده يبقى مظبوط، بحيث ان انا لو قلت لك جمع على ثلاثة الخارج عندي يبقى ثلاثة، جمع على اثنين الخارج عندي يبقى اثنين وهكذا. فدي هتفرق عنده ايه انه يجمع على اثنين او ثلاثة؟ ولا اي حاجة. هيجمع البروبابيلتي يحطه في الترتيب الجديد لحد ما يوصل يبسطها خالص اخر ريدكشن، يدي كل واحد منهم سيمبل، ده مثلا صفر واحد اثنين، يرجعه بنفس الطريقة. ده بما ان هو بيشتغل على الثلاثة فيسميه ايه؟ ترينري. ترينري ديجيت، يبقى ده مناظر لايه؟ ثلاثة سيمبل، يبقى ده بيجمع على الثلاثة. طب انا ممكن اجمع على الأربعة؟ مفيش مشكلة، يبقى أي عدد، لكن زي ما قلنا لازم العدد السيمبل اللي في الأول ده يبقى مناسب ان هو لما يجي يعمل ريدكشن يديني عدد السيمبل اللي أنت جمعت عليه. مثال عندنا يوضح لك الكلام ده اهو، المثال اللي قدامنا ده، ادي البروبابيلتي هنا. هو من الاول بيقول لك ان انت هتشتغل على ترينري، ترينري يعني على اي؟ ثلاثة.
ادي لي هنا عدد هو في هنا قاعدة مرتبطة ما بين عدد العناصر والعدد اللي بتبسط بيه، اقولها لكم المرة الجاية. فتيجي هنا عدهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عشان كده لما تيجي تجمع تلاتات هتبقى مظبوطة معاك في الآخر، إن أنت ممكن توصل لإيه؟ لعدد مظبوط، ولو إن الناتج اللي مكتوب ده ما يقولش إن ده كده مظبوط، بس ممكن يكون إيه؟ أنا نسيت رقم منهم أو حاجة. المهم إن هو في النهاية لما أجي أبسط إيه؟ لازم يديني في النهاية الخارجي بكام؟ 3. طب افرض إن هم ما ادهونيش غير ده، فإحنا في حاجة تانية بنعملها، إن إحنا بنزود حاجة اسمها دامي سيمبل، يعني سيمبل نضيفه بروبابيلتي مثلا صفر ونبدأ نشتغل عليه، فنعتبره واحد من ضمن البارامتر اللي احنا بنجمع عليه. لكن انا بديك الكونسبت العام، ان هو ممكن ان انت بتجمع لأي عدد. عايز تجيب الافشنسي نفس الطريقة، المجموع تصادف ان فيه تشابه حطه في الاول وهكذا. فهنا بقى النظريه اللي احنا ايه بنقول عليها، اللي هي جنرال بقى، اللي هي بتقول ايه، لو عندي الدي ده احنا لسه قايلين عليها من شويه، اللي هو بيسميه سايز، يعني ايه الكود ده بيبقى له سايز، مثلته بالصفر والواحد بقت الدي بتاعته 2، مثلته صفر واحد واتنين اللي هو يعني جمعت على 2 يبقى الدي عندك ب2، جمعت على 3 بقت الدي ب3. فقال لك لو كان السايز ده أكبر من التلاتة أو بيساويها، فأنت كده ممكن عدد العناصر اللي هو مديها لك ده ما يبقاش عدد العناصر كافي إن أنت بعد ما تبسط تلاقي الخارج عندك 3 أو 4 أو 5 على حسب ما أنت مجمع. الحل اللي بقى نعمل إيه؟ فقال لك إن إحنا بنضيف سيمبل، السيمبل دي يسميها دامي سيمبلز. يعني إيه دامي؟ يعني سيمبل إيه؟ انت لما هتضيفها انت فاهم ان ما ينفعش اضيف بروبابيلتي زياده على دول، فكما لو كنت انا بزود إيه عنصر وانا عارف ان البروبابيلتي بتاعته صفر، ما انا مزوده ليه؟ مزوده عشان يظبط معايا عمليه الريدكشن وعمليه التجميع. يبقى كده عايز يقول لك ان لو انت عدد العناصر الموجوده عندك ده مش كافي ان انت تجمع على سايز اكبر من الاثنين، يعني 3 او اكبر، فكده الحل ان انت من الاول خالص تظبط عدد العناصر ده بحيث ان انت تزود عناصر تانية ليها probability صفر، بيسميها dummy symbol. طب انا هزود dummy symbol ده، هزود 1 زود 2 زود 3، فقال لك عددهم بالقاعدة دي اللي هو ايه، كل ستيج موجودة عندك انت بتعمل لها reduction، عدد السيمبول اللي انت بتخفضها هتبقى عبارة عن دي ناقص 1، وده حاصل كان عندي 6، أول مرة خفضتها بقت كام؟ 5، اللي بعدها 4 3 2 وهكذا. فدي ايه؟ فكده عدد السيمبول اللي انت محتاجهم بقى هيبقى ايه؟ المعادلة دي 1 زائد k في دي ناقص 1. الدي خلاص احنا اتفقنا، هيقول لك جمع على 3 فبقت الدي 3. الكي ده بقى اللي هو ايه؟ نمبر اوف ايه؟ اوف ميرج. نمبر اوف ميرج اللي هو ايه؟ انت في النهايه لما تجمع على 3 هيبقى عندي في النهايه عدد العناصر كام؟ 3. يعني 1 زائد 3 في 2 يعني كام؟ 7 عناصر. طب هو هنا ما ادانيش الا 6، يبقى فاهم ان هو هيزود عنصر واحد ضمي سيمبل واحد. طب في معادله ثانيه لقيت ان هو مديني الستة لكن انا محتاجة عشان يديني يعني تبسيط صح محتاجة 8، هزود 2 2، كل واحد منهم له probability صفر. يبان قدامك ان probability صفر دي ما هيش مؤثرة، لكن هي هنا مؤثرة في عملية الايه، ان هي ظبطت التجميع، هي ما غيرتش في القيمة لكن ظبطت عملية الريدكشن، ان في الاخر هلاقي عدد العناصر اللي اتخفضت مساوي عدد العناصر اللي انت جمعت عليه. فدي النقطة الايه المهمة جدا، عشان كده ما قلت لك هو بيجمع، ما ينفعش نفس المثال اللي جمعت عليه الاثنين
هو نفسه اجمع عليه 3 أو 4، لازم تظبط السيمبل. طب اظبط السيمبل، طب وانا انا عارفه ان السيمبل دي بروبلتي ليها كلها بواحد، يعني بمزاجي اضيف اي بروبلتي، فنقول لا، انت بتزود عدد السيمبل المظبوطه، لكن في نفس الوقت انت ما بتغيرش في قيمه البروبابيليتي، عشان كده انت في النهايه كانك ما ضفتش حاجه، لكن انت ما ضفتش حاجه فاليو، لكن ضفت حاجه ظبطت لي ايه عملية الريدكشن، وبالتالي ظبطت لي الأكواد اللي أنت بتحصل عليها. عندنا بقى نوع تاني من الأكواد بيسميه إيه؟ فانو كودينج. النوع ده برضو بيديني مثال على الفاريبل لينث، مثال على البرفكس. هندي الطريقة اللي بيجيب منها الكود دي على طول، ندي مثال. مديني مجموعة من السيمبل زي ما أنت شايف قدامك ده، مديني البروبابيليتي بالصوره دي، موجود عندي كام؟ 8. يبقى انا كده عندي 8 بروبابيليتي، لقيتهم 7، يبقى هات العنصر الايه التامن. بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه دي الخطوه الاولانيه دي ثابته ما بين كل الاكواد، رتب البروبابيليتي من الاعلى للاقل. تمام، احنا عملنا كده. وبعد كده البروبابيليتي اللي عندك دي قسمهم، يعني بدل ما كنا بنعمل ريدكشن انت بتجمع، هنا برضو هي هي هيعمل طريقه معينه اسمها ايه؟ تقسيم. يعني ايه تقسيم؟ يعني مجموعه العناصر دي اقسمهم مجموعتين كده بمزاجي؟ لا، اقسمهم مجموعتين. اول حاجه ان هم يبقى لهم بروبابيليتي، المجموعه الاولانيه لما تجمع البروبابيليتي بتاعتها هتساوي البروبابيليتي بتاعت المجموعه الثانيه. طب افرض ان اللي يساوي ده ما تحققش، يوم يقول لك ايه؟ اقسمهم مجموعتين الاقرب ان هم يبقوا متساويين. فتيجي ما تبص على الارقام دي، انا ممكن اخد 3 من 10 و15%، بقى ده كام؟ 45%. بدي الاثنين دول بقوا كده مجموعه ايه ولا مجموعه واحد؟ طب وبقيه العناصر؟ بقى دي مجموعه ثانيه. طب واحد يقول لي لا، طب وانا لازم اخد الاثنين دول؟ طب افرض ان انا خدت 3 من 10، ما هو الباقيين هيبقوا كام؟ 7 من 10، ما بقوش كده قريبين من بعض. لكن ال 45% قريبه من 55. طب واحد يقول لي لا، انا هاخد ال 3 من 10 وال 5 من 10. احنا طبعا بنقسمهم مجموعتين بالترتيب. يعني ايه بالترتيب؟ هاخد المجموعه الاولانيه العنصر الاول والثاني. واحد يقول لي انا هاخد العنصر الاول والثاني والثالث. بقت كده ايه؟ ده انت كده بعدت قوي عن القيم. هتلاقي ان اقرب قيمه تديني مجموعتين ليهم بروبابيليتي شبه متساويه، طالما انا ما قدرتش احقق اليساوي، يبقى ان ده 45%، والباقي العناصر دي كلها 55%. طب واعمل ايه؟ المجموعه الاولانيه دي كلها اديها سيمبل واحد، العناصر اللي فيها اللي هو 3 من 10 و15% اللي هو السي والاي، اديهم سيمبل وليكن الصفر، واحد تاني هديهم الواحد، ما عنديش مشكلة. الباقيين دول كلهم بقى هم اسمهم ايه؟ مجموعة تانية. اديهم سيمبل يميزهم عن المجموعة الأولى. أنت اديت الأولى صفر، بقى التانية تديها ايه؟ واحد، بقى كل عنصر في المجموعة التانية دي كلها اسمها ايه؟ واحد. العملية اللي أنا عملتها دي هكررها مرة واتنين وعشرة لحد ايه؟ لحد ما أوصل ان خلاص ما ينفعش ان انا اعمل تقسيم اكتر من كده. يعني زي ما انت كنت بتقول انا بجمع واخفض لحد ما بوصل لاقل حاجه الاثنين او الثلاثه، ما ينفعش اخفض بعدها. ده نفس الكلام، انت بتعمل ايه؟ بتقسم. انا عندي 10 عناصر بقسمهم 3 و7 4 و5 على حسب مجموع البروبيلتي هنا يساوي هنا. اليساوي ده ما قدرتش احققه، يبقى اقرب قيمه يبقوا شبه متساويين. فهنا المجموعه الاولانيه دي بقى يعمل فيها ايه؟ يقوم يقسمها تاني، يقسمها اللي هو ايه؟ هما اصلا 2 عنصرين، فدي اخر حاجه ليها، ما ينفعش غير ان هي تتقسم 1 0 والتاني 1. هل ينفع بعد كده هيقسمها؟ يقسم فيها ايه؟ هو خلاص العنصرين دول او المجموعه دي قسمها، ده يمين وده شمال، ده ترو ده فولش. تمام؟ طب المجموعة التانية هيقسمها بنفس الطريقة. خلي بالك احنا قسمناها على نفس المبدأ اللي هو
probability ده متساوي يا شبه متساوي. المجموعه الثانيه دي بقى اما يجي يقسمها هيقسمها بحيث ان هو يشوف البروبابيلتي المتساويه مع الثانيه. لو خد ال 14% لوحدها والباقيين دول كلهم من بقيه ال 55%، لا هم البروبابيلتي كده بعيده عن بعضها. لكن لو خد ال 26% اللي هي ال 14 وال 12% يعتبرهم مجموعه، والباقيين اللي هم كده هيبقى ايه 14 و5 19 1 يبقى 20، بقى ده 26 وده 20، ده اقرب حاجه. لو زود اكتر من كده هيبعدوا عن بعض. فدي كده التقسيمه كده رقم ايه 2. طب كل عنصر في المجموعه الاولانيه اللي هي ال 14 وال 2، انت خلي بالك احنا شغالين في التقسيم رقم 2، فده العمود الاولاني ده خلص رقم 1، العمود الثاني لما جه يقسم ثاني، العمود الثالث وهكذا. في بيقف عند الاول، في بيقف عند الثاني، في بيقف عند الثالث، على حسب ايه العناصر. فجه هنا قال المجموعه الاولانيه هنديها صفر والمجموعه الثانيه دي كلها هنديها واحد. ناخد بالنا من حاجه، ايه هي؟ انت هنا بدات من اول خالص قلت انا هدي صفر وواحد، كل ما هتمشي وانت بتقسم تدي صفر وواحد زي الستة من عشره والاربعه من عشره. ما ينفعش هنا تقول صفر وواحد وتعكس. ليه بقى؟ عشان ما انت بعد كده هي دي الاكواد اللي هتطلع عندك، لو انت عكستهم ولا لخبطت اي حاجه في الترتيب ده ممكن تفاجئ ان الكود ده مش ممكن يبقى بريفكس. فانت كده ايه الطريقه اللي هو ضامن بيها ان هو يبقى بريفكس انت لخبطت فيها فخليته مش بريفكس. تمام؟ هنا ده التقسيم رقم 2 هيعمل ايه بقى؟ المجموعه الاولانيه تاني هيقسمها بقت 0 و1، ملهاش حل غير انها تبقى كده، هما 2 عنصرين يبقى 1 0 و1 1. طب المجموعة الثانية أقسمهم لمجموعتين شبه متساويين عشان هم مش ممكن هنا بالأرقام دي تتساوي، يبقى 18% اللي هم أول عنصرين يبقى واحد و... هيبقى صفر وصفر، والعنصرين التانيين يبقى إيه واحد واحد. بعد كده الاثنين دول يتقسموا وهكذا. واضحة دي؟ يبقى كل اللي أنا بعمله أرتب البروبابيلتي من الكبير للصغير، أقسم المجموعة السيمبل دي لمجموعتين بحيث ان انا المجموعه الاولى يبقى لها بروبابيلتي تساوي الثانيه، ما قدرتش احقق ان يساوي اقرب قيمه للاثنين. وبعد كده ادي المجموعه الاولانيه كل عنصر فيها سيمبل وليكن صفر، والمجموعه الثانيه كل عنصر فيها العكس يبقى واحد. والخطوه الاولانيه دي اكررها عدد من المرات لحد ما اوصل لايه؟ لاقل حاجه. ما ينفعش ان انا ابسط اكتر من كده. تعالى هنا بقى هات لي كود، الكود هجيبه ازاي؟ زي طريقه التري. هنا عايز يقول لك ايه؟ انت عندك صفر والصفر ده جه بعده صفر، فبقى اول كود وورد صفر صفر، كما لو كنت انا بمشي مع برانشز كده. العنصر اللي بعده صفر واحد. ينفع ال لا مش بلاش لخبط. اللي بعده يبقى ايه؟ واحد صفر صفر. اللي بعده واحد صفر ايه؟ واحد. واحد واحد صفر صفر. الأكواد اللي طلع عندك بالشكل ده بالصورة دي لازم يبقى بريفكس، لازم يحقق كل الخواص اللي احنا قلناها. الأطوال عندي هنا لازم كل واحد يبقى أقل من أو يساوي اللي بعد، مش ممكن يبقى أكبر. عارف لو حصل أي حاجة من اللي أنا بقول لك عليها مش ممكن دي، يبقى أنت اللي لخبطت الإيه طريقة الحل. فده كده إيه سيكونس اللي احنا وصلنا له. الكود وورد اللي أنت حصلت عليه ده ممكن واحد يجيب العكس كل حاجه، ان هو ايه الصفر صفر يبقى واحد واحد. كل بس الفرق ان هو هنا لما جه قسم المجموعتين بدا المجموعه الاولى بواحد والمجموعه الثانيه بصفار. الكلام ده غلط؟ لا الكلام ده مش غلط، لكن هنبقى متفقين في ايه؟ الاطوال ثابته مش ممكن تتغير. الحاجه الثانيه كومبلمنتري، يعني لو ده صفر صفر انت عندك واحد واحد، غير كده ما ينفعش. ليه لان هنا مثلا الثلاثه واحد صفر صفر واحد صفر واحد، انت خدت عنصرين من 8 عناصر، ممكن حاجه ثانيه تخلي عندك ايه ان الكود ده ما يبقاش بريفكس. مجرد ما انت وصلت للكود وورد ده تقدر تعمل ايفالويشن. يعني ايه؟ يعني لو سمحت احسب لي الانترب، سهل انا عندي البروبابيلتي احسب الانترب. لو سمحت احسب لي الافريج لينس، تمام الاتش سي اللي هو الافريج اللي هو ال، يعني بس ده جاي من مرجع وده جاي من مرجع، فايه
البارامتر بس مختلف. الريداندنسي اللي هو ايه؟ اللي هو تشوف الفرق ما بين الاثنين، او هنا بيحسبها زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، يحسب الافريج ناقص الانتروبي على الانتروبي او على ال، عشان كده يطلع القيمه ايه دي، ويحسب منها الايه الافشنسي. هنا هو اخر كومنت على النتيجه دي، بيقول لك ايه معنى ان انا عندي ريدندنسي، او معنى ان الكود ده ما هواش افضل حاجه او مش الاوبتيمم، معناها ان كان ممكن انا اعمل كودنج لعدد العناصر ده امثلها ب 1000 بت، لكن انا عملتها بكود مثلتها ب 1022. جاب منين ال 22 دي؟ اللي هي الريشيو دي بتاعت الريدندنسي دي، اللي هي 2.14. فده معنى كلمه ان هو مش اوبتيمم، ان بدل ما يتمثل بال 1000 مثلته زياده 22 بت. عشان كده هل هو اوبتيمم؟ هو صح، هو كود سليم مش غلط، لكن هل هو اوبتيمم؟ فنقول لا، الاوبتيمم ان ال 1000 يبقى 1000. طب لو عندي الاكبر من 1000 لكن اقل من ال 22، هيبقى اكيد افضل من الايه؟ من ال 22. شباب ده مثال عندنا برضو على هافمان. اهم حاجه حلوا بايديكم، حلوا بايديكم، الامثله كتير، ويعني الارقام والكلام ده برضو يعني في المجمل ان شاء الله الارقام دي سليمه، بس طبعا وانا بحل لو كده هو في تقريب معين او كده الخطا وارد يعني، بس المهم اهم حاجه الطريقه والسيكونس اللي احنا بنمشي بيه. عندي هنا هافمان كود بنفس الطريقه بقى، عمل له ريدكشن، جاب الكود النهائي حسب الافشنسي، حسب اللينس، حسب الريدندنسي، طلعت ايه بالصوره دي. نفس الكلام، هو ده هافمان تمام، لكن هافمان ده ما ادانيش افضل حاجه، يبقى معناه ايه؟ ان النظريه غلط؟ لا، معناها ان في هافمان تاني كان ممكن ان هو يدي، بدل ما يديني امثل البت ب 1000 بت او 1011، لا امثله بعدد بت اقل من ده. يبقى معناها مش غلط في النظريه، لا، لكن معناها ان في عندي كود كويس وفي عندي كود افضل منه. هو ده معنى كلمة إيه؟ إن الأوبتيمم هو الأقل لينس، الأقل ريدندنسي، الأعلى إفشنسي. تمام؟ نفس المثال اللي عدى ده ولا مش نفسه؟ لا مش نفسه، ده مثال تاني على الطريقة بتاعت شانون لما قسم المجموعتين. أنا هنا حطيته لك في تيبل عشان تشوف الإيه؟ الخطوات تمت إزاي؟ الخطوة الأولى قسمناهم لمجموعتين، المجموعة الأولانية دي عكس بقى ما أنا كنت عاملة هناك، بدل ما أقول صفر واحد زودت، خليت الأول المجموعة الأولانية واحد والتانية صفر. بعد كده الخطوة التانية المجموعة الأولى نقسمها لمجموعتين متساويين، طب والمجموعة التالتة؟ يعني واخدين بالكم أنا عملت إيه؟ أنا قسمت كل مجموعة لكن أنا حطيتها في عمود مختلف عشان تشوف إحنا عملنا إيه، عشان تبقى واضحة أكتر من التري. يعني هنا الخطوة الأولانية أنت قسمتهم مجموعتين عشان كده عمود واحد، الخطوة الثانية هتتم على إيه؟ خطوتين، المجموعة الأولانية قسمتها فدي دي الخطوة الثانية، طب والمجموعة الثانية؟ فأنا قسمتها برضو لإيه؟ لمجموعتين أهي، فأنا حطيت دي في عمود مختلف عن دي عشان يبان قدامك إحنا عملنا إيه. الخطوة الرابعة نفس الكلام، المجموعة الأولانية اللي أنت اديتهم سيمبل واحد اللي ما ينفعش غير ان انت يبقى واحد وصفر، طالما انت بدأت واحد وصفر يبقى كله يكمل واحد وصفر، وهكذا لحد ما وصلنا للكود وورد الايه النهائي. ده مثال عندك او من ديك البروبيلتي، بيقول لك هات ايه؟ هات الكود اللي عندك، اتأكدوا ان مجموع البروبيلتي دي بواحد. يعني هي بالنظر كده اعتقد ان هي ممكن ما تبقاش ايه مظبوط، يبقى دي غلطة في المسألة، لكن انتوا اتأكدوا منها. 11900 41 51 64 78، مش مظبوطين يعني ماشي. فده مش أكتر من إن الأرقام بس مش مظبوطة، لكن ملهاش أي مغزى يعني في الحل.
يبقى عيدوا تاني المجموع، لو المجموع مش مظبوط يبقى معناها بس نعدل في الأرقام. بتهيألي واحدة منهم من الأرقام دي تبقى 12%، 11% بس، ونشتغل عليها. ماشي كده يا جماعة؟ معايا ولا ايه؟ اكمل. واضح ان الناس حاطه اسمها ومشيتوا يعني. حضرتك يا دكتور، لا معاك، طيب احنا تمام. موجودين يا اخر دكتور. طيب تمام اخر طريقه، اخر طريقه، خد الطريقه بتاعه التشانون دي وعدل فيها حاجه بسيطه. انت لو تاخد بالك احنا لما من هافمان او تشانون بنعمل ايه؟ احنا بنجيب الكود، وبعد ما بنجيب الكود بنحدد اللينس بتاعه. الكود ده مختلف او الطريقه دي مختلف. هو بيعمل ايه؟ هو من الاول خالص بيقول لك ايه، انا هحسب الطول بتاع الكود وورد، وانت بناء على الطول ده انت هتوجد الكود. فده عكس التاني، التاني بيجيب الكود ويحسب له اللينس، انما ده بيحسب اللينس وبعد كده يجيب الكود. طبعا عشان يقدر يعمل حاجه زي كده هو بيعتمد على حساب حاجه بيسميها كوموتيتيف ديستريبيوشن فانكشن. دي برضو مجموعه من الاسامشن، مجموعه من الخطوات بيمشيها بستبس معينه. انا عندي فانكشن اسمها اف اوف اكس، دي عباره بيسميها كوموتيتيف ديستريبيوشن فانكشن. كوموتيتيف دي يعني حاجه تراكميه، كوموليتيف بيسموها كوموليتيف ديستريبيوشن فانكشن، حاجه تراكميه. يعني ايه تراكميه؟ يعني حاجه بتيجي ان هو يجيب سميشن لبروبابيليتي. اف اوف اكس هو سميشن لبروبابيليتي، بحيث ان الكاونتر ده يبقى اقل من او يساوي الاكس، اقل من او يساوي الايه، الاكس. طبعا بروبابيليتي عندك يبقى معناها اكبر من الايه، الصفر. طب اللينس اللي احنا لسه قايلين من شويه، مش هو اللينس ده احنا قلنا هوفمان او قلنا البريفكس كود بيحقق ال اكبر من او يساوي اتش اوف اكس واقل من اتش اوف اكس زائد واحد، يبقى اللوج واحد اللينس هو اكبر من، او اللينس بقى سوري، لينس ال اي لما قلنا بنعوض بيها يبقى اكبر من لوج بي واقل من لوج بي زائد ايه، زائد واحد. لوج بي بالسالب او لوج واحد على بي زي ما اتفقنا. يعني كده اللينس عندك هو هيساوي مودلس للوج واحد على البروبابيليتي. طب هنا معناه ايه؟ هنا عايز يقول ايه؟ انا عندي فانكشن اسمها اف اوف اكس، وعندي فانكشن تانية اللي هي اكس، ده اللي هو في عنصر معين، وعندي العنصر اللي قبل منه وليكن اكس ناقص واحد، اللي هو ايه، اكس واكس ناقص واحد. قال لي ان الاكواد عندي كما لو كان هي واخده شكل السلالم دي او الستبس دي. هنا في اول الستيب اف اكس ناقص واحد، واخر الستيب اف اكس. فقال ان انا لو هشتغل هنا عند الاف اكس ولا اف اكس ناقص واحد مش هتبقى القيم مظبوطه. فنعمل ايه؟ فقال هيشتغل على الافرج فاليو او على المين فاليو، اللي هي اف هات او الاف داش دي، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن البروبابيلتي زائد نص البروبابيلتي، يعني summation probability زائد نص probability. الكلام ده يجي منين؟ ندي مثال عشان تبان الايه، الصورة. عندي هنا probability مديهاني given اهي. لو انا شغال بهافمان هتمشيها بنفس الطريقة، لو انت شغال بشانن بنفس الطريقة. هنا بقى في الطريقة التالتة اللي هي بتاعت فانو دي هيعمل ايه؟ اول حاجة هيحسب f of x، هي اي f of x، اف اوف اكس قال لك ايه؟ سميشن للبروبابيلتي. يعني ايه سميشن للبروبابيلتي؟ يعني العنصر الاولاني ده 25، فهيبقى اف اوف اكس ايه؟ 25. يبقى ده اف ايه؟ اف واحد. طب اف اتنين هنا هيبقى ايه؟ مجموع البروبابيلتي الاتنين زائد البروبابيلتي الواحد، يعني 25% و25% بقت كام؟ 5/10. طب والعنصر التالت هيعمل ايه؟ يجمع الثلاثة دول مع بعض وهكذا. يبقى ده معنى كلمة إن f of x هنا هي summation probability. هو بقى ما بيشتغلش على ال f of x، فقال أنا هشتغل على إيه؟ على ال average اللي هي بالمعادلة دي، اللي هي يحسبها إزاي؟
اللي هو يجي هنا الاف ده، شوف اكس هيساوي ايه، هيساوي البروبابيليتي تمام على 2. ده اول عنصر خالص، يعني ال 25% على 2 يبقى 125. طب ده رقم واحد. طب وفين السميشن ده؟ في الاول ده كان بصفر، لانه القيمه اللي قبل الصفر او اللي قبل العنصر الاولاني مش موجوده، في قيمتها بصفر. لكن امتى السميشن ده يظهر بقى؟ ايه لما يجي يحسب الايه الخطوه الثانيه اف 2 او اف داش 2، هتبقى ايه؟ هيجمع ال 25 من ايه؟ من 100 زائد ايه بقى؟ زائد نص ال 5 من 10، بقت 3.75. يجي هنا على رقم 3 يقوم يعمل ايه؟ يقوم نص الربع يا دكتور، ايه؟ نص الربع. هيجمع السميشن لايه اقل من الاكس؟ سميشن لايه اقل من الاكس؟ هو 2، فهيجمع سميشن لايه؟ 25 من 1000 بقى. لا خمسة هنا، ده كده اف 2 اهو، هيجمع سميشن لايه؟ ده كده اكس، هيجمع سميشن ايه اقل من 25، 25 زائد ايه بقى؟ زائد نص ال 25، زائد نص، لا زائد نص ال ثواني، البي اوف اكس زائد نص ال زائد نص ال 25 ماينص ال 25 زائد 25 زائد نص ال 25، صح كده؟ يعني ده العنصر رقم 2، فهيجمع ال 25 من 100 زائد نص ال 25 من 100. لما يجي هنا عند ال 6 من 10 يجمع ايه؟ هيجمع النص زائد نص ال 2 من 10، هيجمع النص زائد نص ايه؟ ال 2 من 10. يعني انت زي ما انت شايف كده، انت بتعمل سميشن لايه؟ هو في العنصر الثالث، فهو بيشتغل على الاثنين اللي قبل، يحسب السميشن ويحسب نص البروبابيليتي تمام. نفس الكلام بالنسبه لايه؟ لبقيه العناصر. يبقى هنا ال 125 اللي قبل العنصر الاول السميشن بتاعه كان بكام؟ بصفر، فخد نص ال 25%. طب واللي بعده اللي هو كما لو كان هو جمع نص ال 25% زائد العنصر اللي بعده اللي هو ال 5 من 10، فاداني الايه؟ سوري، نص ال 5 من 10، فاداني الايه؟ القيمه دي. وهكذا بقى طول ما انت مكمل لحد هنا. كما لو كنت انت ترجمت البروبابيليتي دي لبروبابيليتي جديده، بدل ما هي اسمها اف اوف اكس، لا هي حاجه افريج او مين فاليو اسمها اف داش اوف اكس. بدايه من اف داش بقى يبدا ايه؟ يشتغل على الكود وورد ده، بيحول الرقم اللي هو العشر ده يحوله الباينري. يعني ايه؟ يعني يفضل يضرب. فاكرين لما كنا بنحول من ديسمال لباينري ويرجعها العكس؟ ال 25% دي هيضربها في 2، ولو زادت عن 1 يحط ايه؟ يحط 1، وبعد كده اما يجي يضرب تاني يشيل الواحد ويضرب الكسر، فده 125. اما يضربها في 2 اقل من الواحد يحط اول ايه؟ بعد العلامه اول صفر. يضربها كمان مره لسه اقل من الواحد. اما يجي يضربها بقى الثالث مره هتبقى ايه؟ تزيد عن 1، يقوم يحط 1. طب اما يجي يضرب تاني يقوم يضرب الكسر، وهكذا. اللي بعده 3.75، في الأول أقل من 1، بعد كده المرة اللي بعدها زادت عن 1 فحط 1 وشال الواحد، وبعد كده إيه؟ ضرب الكسر، فلما جه ضرب الكسر طلع برضه أزيد من 1، عشان كده حط 1، وهكذا. فكده هو حول الـ F داش أوف إكس، حولها الباينري بالصورة دي، حط العلامة العشرية وحط أصفار وحايد. واحنا لسه قايلين من شويه الكود ده مختلف عن التاني، ان هو بيحسب له اللينس، يعني عايز يقول له ايه؟ الباينري اللي انت حصلت عليه ده تعالى هنا من بعد العلامه خد عدد بيت معين، بقى هو ده الكود وورد. اختاره عدد البيت ده بمزاجي؟ لا، باللينس اللي احنا هنحسبه، اللي هو ايه؟ لوج واحد على البروبابيليتي. انهو بروبابيليتي بقى؟ اشتغل على دي، اشتغل على دي، ايوه اشتغل على دي،
عشان هي دي اللي هو ايه اللي انت بتحسب ايه عليها. امال ايه لازمه الاف داش؟ ما هي الاف داش اللي انا جبت منها الباينري. واضحه دي يا جماعه؟ يعني البروبابيليتي انا جبت منها اف في اكس عشان يقول لك انا ما بشتغلش على دي، لكن انا بشتغل على الاف داش. طب اف داش حولتها الباينري، تمام. طيب الباينري ده ما هو ده الى ما لا نهايه. طب انا هاخد كام بت؟ فيقوم يقول لك خد من عدد البت دي على قد اللينس، اللي هو ايه اللينس؟ اللي هو لوج واحد على البروبابيلتي اللي هي الجيفن عندك زائد ايه؟ زائد واحد. فبقى ده اللينس. معناها ايه ثلاثة؟ تعالى هنا من بعد العلامة العشرية ويبقى صفر صفر واحد، ده بقى هو ده الكود اللي بعدها نفس الكلام. بقى هو ده كده ايه؟ المحصلة الناتجة عندي من الطريقة دي. يبقى أنا كده حددت الطول وبعد كده جبت الكود وورد، انما اللي فاتت احنا بنجيب الكود وورد وبعد كده بنحدد. واضحه يا جماعه؟ واضحه؟ هي سهله بس انتوا تحلوا بايديكم بس. واضح يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ اي استفسار؟ هي المفروض تكون هي لوج للاساس 2 صح؟ لوج الاساس 2. احنا كده هو كده عمل ستوب لوحده.